يا اهلا وسهلا ومساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا في كل مكان. حلقه جديده والسادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه ان شاء الله هتكون دسمه وفيها موضوعات كتير، هنتكلم كتير الحقيقه. يتهيالي الايام الاخيره فيها تفاصيل كتيره جدا، محتاجه نشوف ايه الرسائل اللي بين السطور، محتاجين نشوف ونفهم معاني كتيره جدا ممكن للاسف تكون غايبه عن ناس كتير. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي. النهارده زي ما احمد قال هيبقى عندنا كلام كتير قوي، تشامبيونز ليج يا احمد طبعا، وكمان بكره ان شاء الله مباراه الاهلي واسوان، بنتمنى باذن الله نشوف الفريق الاول في مستوى افضل بكتير من مباراه الانتاج الحربي. وده اللي احنا قلناه يا احمد، انه مع الوقت مع مباريات اكتر ولعب مباريات اكتر باذن الله الدنيا هتبقى افضل ونرجع للمستوى اللي كنا عليه قبل فتره التوقف. صحيح، بشكل تدريجي. الفترة اللي فاتت ما حدش يقدر ينكر انها كانت فترة استثنائية، خصوصا لما نبقى بنتكلم على نادي بطولات. يعني الأندية عموما مش بتقيس مشوارها في مباراة معينة او في لقطة معينة او في فترة قصيرة معينة، لكن احنا بنتكلم على مشوار كبير جدا، مشوار بطولة بيبقى محتاج استعدادات على كل المستوى مستويات. بنتكلم على استعداد نفسي وبدني وفني وتكتيكي، والنادي اللي زي يعني الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي لما بتخش بطوله احنا متفقين عين الاداره وعين نجوم الفريق والاداره الفنيه للفريق، ومن ورا دول جمهور كبير جدا ما بيتنازلش ابدا على لقب اي بطوله. عشان كده الحقيقه دايما النادي الاهلي مركز حتى في اللحظات الصعبه، حتى لما بنشوف ماتش زي ماتش الانتاج يا ساره، يمكن تكون الفرقه ما قدمتش المستوى اللي كان متوقع منها، لكن ده ما يمنعش انه بشكل تدريجي مع صعوبه السيزون اللي احنا مارين بيه ان شاء الله الاهلي يستعيد فورمته مره ثانيه ويوصل للاهم وهو بطوله ابطال افريقيا. في حاجه ايجابيه في ماتش الانتاج كمان يا احمد، انه فكره انه الانتاج الحربي ظهر بشكل كويس، احنا محتاجين ده في الدوري. الاهلي محتاج منافسه قويه ومحتاج منافسين يظهروا بشكل كويس معاه، لانه طبعا مهم جدا ماتشات الدوري، مهم جدا الثلاث نقط، لكن كمان احنا برضو بنبص شويه لدوري ابطال افريقيا وده الهدف الاهم عندنا دلوقتي. يعني نبدا في اخبارنا. وبالتالي النهارده يمكن الخبر الخاص بشريف اكرامي، طبعا حارس مرمى نادي الاهلي او السابق بقى. اول خبر معانا لحضراتكم النهارده ان الاهلي بينهي مهمه شريف اكرامي مع الفريق الاول. اعتقد طبعا شريف قضى فتره طويله جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وادى دوره في المساحه اللي طبعا يعني لعب فيها. والاهلي الحقيقه زي ما قلنا لحضراتكم واحد من اهم اهدافه استقرار الفريق، اذا كنت بتتكلم على بطوله، اذا كنت بتتكلم على مشوار فريق وانت داخل على مرحله صعبه جدا وطالع اوريدي من مرحله صعبه جدا زي مرحله التوقف، ده بالتاكيد الحقيقه بيكون هدف اهم بالنسبه للاداره. فكره انك تحافظ على استقرار الفريق من اي حاجه ممكن تهز او تعمل حاله من حالات التوتر او حاله من حالات اللبس، او تخلي الفريق مش في المود اللي يخليه يركز بشكل كامل في الماتشات اللي بيلعبها والبطولات اللي بينافس فيها، ما اعتقدش انه ده مسموح بيه لما نكون بنتكلم على نادي بحجم طبعا النادي الاهلي. الاهلي ما بيتكلمش او ما بيحافظش على اسماء، الاهلي المقام الاول والاخير بالنسبه له او الهدف الاول والاخير بالنسبه له هو الحفاظ على روح الفريق وعلى استقرار الفريق.